حسام قاعد احاكيك قاعد احاكيك كان قاعد اكلمك انا صح؟ خلاص اسمع الحكي حسام والله خلاص ترى ذبحتني زين اسمع مني خلاص قاعد اكلمك انا الحين انا قاعد اكلمك صح؟ قاعد اسمع الطبيب مراد انك تطلع لا تطفرني خلاص قاعد اسمع اي خلاص بس الطبيب مرادي مرادي والله انت مستعد انها تعبان بموت انت حتى الموت خليتني ما اخاف عليك منه خليتني اشوف كل الدنيا حلوه زين اسمع مش خل نروح مكان انا دائما احب اقعد فيه وين بتودينا بعد وين بتودينا انت؟ كذي مكان دائما يسوون فيه اعياد ميلاد الاهالي تبي تخليني اقص كيك معاهم والبس لهم تليتابيز وارقص لهم يعني شنو؟ والله جازين نقدر نسوي السوالف هذه ولا حتى انا اصير واحد من اعمارهم اختار مكان ثاني ابراهيم خلاص وصلني وروح انت صدق ولا قاعد تستعب؟ انا بروح انت تبي تروح ولا لا؟ امشي يلا لونه زين وقت الحين هاني ايش درى ان سمع عندها كم بالبنك يعني كم رصيده ايش درى تراني انه يعرف كل شيء هذا اذا انا ما اسالها هالسله زين قبل لا انسى باكر بطلع البحر مع ابو ياسمين اتصلط خذ هاي شلون انت ما تخافين من البحر انت اللي خليتني اكره البحر عليكم السلام هلا يما تعال حبيبي هذا عشا قاعد تعشون؟ اي يما تعال حيا باكر اخوك عنده سباق صدق؟ ايه هتصدق هالمره احس انك راح تفوز؟ ان شاء الله راح تفوز ها ايش فيكم انتوا واقفين معي اليوم؟ ايش السالفه؟ ما عرفنا لك انت تبينا نوقف وياك ولا نوقف ضدك؟ اخوي بعد انت شلون؟ مستغرب ما ادري على العموم شد حيلك والموضوع صعب بس ان شاء الله يمشي ان شاء الله يا حلو لمتكم معاي حلو لما اشوفكم مع بعض والله يما انا ودي يعني لو احنا نشيل اغراضنا ونروح نعيش عند بيت ام سما بس ادري هو ما راح يرضى خايف ان انا احب نوريه ولا افرمخها ولا خايف ان ام سما تشوفني احسن منه قول لا بعد ايش فيك انت ما تعرف تسولف يا اخي سكر حلجك وكل يلا زين يما ايش فيك انت ما تتكلم مع احد شبريت ترى صاير والله كان أقول شحلاتكم وهذه سلطة غريبة هذه مالك بيتنا هذه غريك سلطة الإيران تنقصوا لنا غريك سلطة؟ أي ما شاء الله اللي بيدي أحلى كيف أزرق حركات هاي حبيبي حبيبي تعال شوف هذا شغل مصممة كويتية شو رأيك حلو علي أخذه حبيبتي أنت كل شيء عليك حلو thank you كلاميتي شلونك هلا حبيبي شلونك سما هلا يما كذي أنا خلاص خلص دوري دور عزيز عزيز اختار معاها أنا بس تعبت دقي باكر على شواقة خليها تشوف لنا يوم ثاني عشان تجيب لنا الأغراض. شرايك باكر أوكي؟ باكر؟ أوكي ماما ما عندي مانع. خلاص take it home. I will call my dad. خليكم. Thank you. حياتي. ليش ما خذيتني عند أمك أنت عشاء؟ ما أدري حبيبتي.
طلعت كذي بسرعه بسرعه بعد قلت ما لي خلق انتي تبدلين ساعه رحت رديت انت اوكي ان شاء الله انا جاهز حق باكر ترى بكون معك بكل لحظه صدقين لما اشوف الكل واقف معايا اخاف لازم تتعود على هالشيء لان صدق اتمنى باكر صباك يغيرني اكثر ان شاء الله مشكورة إن توافقتي إن نقعد مع بعض ونسولف كنت ناطر صلاح اليوم من زمان وأتوقع إنه هي وقته ليش أنت توقعت إني ما راح أوافق؟ شكلك أنتي مغرورة صراحة والله ما أدري يعني ألف مرة فكرت توافقين ترفضين ما أدري قلت خليني عاد أجرب بس الحين جيت إن شاء الله خير إن شاء الله شاي شاي أنا كم سوي لك مطارة شاي عشان ما تخلص إن شاء الله شكرا هذا إن شاء الله صدق مرات أغار عليك من الماي لأن أحسك تحب أكثر مني ومرات أطمن عليك أكثر لما أشوفك تحت الماي لأن تطلع من عقبة وايد مرتاح ومستانس أنا قررت أجيب ياهل أبي ياهل تكون أنت أبو ترى أدري إنك قاعد تسمعني
تعرفين سالفة سميرة رفيجة نورية؟ اي سمعتها مليون مرة. ليش؟ يقولون بنتها ماتت بالماي. اي مسكينة، ابوها وايد مجرم ترى. شكلي انا بعد بموت بالماي مثلها. عزيز انت ليش لازم تقول حكي ينرفز الواحد؟ يعني انا كلامي كان وايد واضح. انا ما قفشة ولا قفشتين؟ ثنتين. وإذا ثلاثة يمكن قفشة. لا ثنتين ولا ثلاثة؟ ثنتين. لا نشان. تحسسين إني غريبة أنا الصبح روحي؟ لا إيش دعوة؟ حتى طبخت عادي روحي نسوي لي بيض. والله بيض طبخ؟ ترى أحب البيض أنا. بيض عيون، بيض طماط، شكشوكة. شكلكم غير كنا. هذا اللي شرح لي بالحوش. أنا أتك دقيقة بس ها؟ إيه دراحت شو دراحت؟ خوش شاي بس. بالعافية. لا شاي. واقف برا وقاعد يهدد. انا بروح له. لا يبا وين تروح له؟ خله هو شوي بيمل ويروح. انت ايش خايف منه الله يهديك؟ انا بروح اكلمه. يبا مو خايف من شيء، بس فشله طارق برا. طارق متى يمشي؟ ما ادري بعد شوي، بس نطلع بشوفه هاني. خلص يبا، اذا طلع طارق بيطلع من بيتي. وين بيطلع؟ ما في شيء. ما يخالف يبا، بس هاني دائما يحب يفسر الامور على كيفه. وطارق برا وانا ما ابي مشاكل. خلاص انا ادق على اخو عبد العزيز هو يحل الموضوع. Thank you.
منو؟ ياسمين داق عليك. على خلق بنام ارد عليها باكر. لا بتنام، لا شوف ايش تبي. هاك سما، يعني ايش تبي؟ اكيد بتحاكينا عن هاني. ايش فيك؟ مو بتحاكيك عن هاني، شوف اذا بتحاكيك عن هاني ولا لا. رد سما، قاعد اقول لك باكر اكلمها. ايش فيك؟ خلاص بحط راسي وبنام. قعدت مع ابوك وقلت له الموضوع اللي انا جاي فيه اليوم، شار علي وقال لي اني اقعد معك وافهمك كل شيء، وكان الحين قاعد معك. شوف انا كل فتره وفتره ادخل بيت احد، يا اسوي شعر عروس او بنيه بتنخطب او بنات عندهم حفله، صرت اعرف هالاشياء وحس فيها. زين انت اختصرتي علي مشوار وايد طويل، يعني ما داعي اشرح لك واقول لك اني جاي اطق الباب وداش من الباب عشان اخطبك وان شاء الله تزوج ونكون لنا اسره صغيره كذي على قدنا. شوفي انا ادري ان احنا مختلفين شوي، يعني العائلتين غير، أطباعنا غير، أسلوبنا غير، أشكالنا غير. شوف ما قص عليك، أنا فكرت بهالشيء. وأنا فكرت بهالشيء مليونين مرة، حتى ربعي يوم دروني مخطبك قالوا إيش فيك مجنون أنت، شلون ترضى فيك؟ قلت بعد لازم أجي وأقول لك إن شاء الله خير، متفائل أنا. أنا بعد وايد ناس قالوا عنا مجنونة. شوفي ترى أنا مو مستحيل، يعني أنت على راحتك، الكلام اللي بقوله اليوم تقعدي كذي مع نفسك وفكري فيه لين تقررين ان شاء الله، وانا واثق ان شاء الله انه بيصير شيء حلو وخير لولدك ان شاء الله. الوقت مو مهم، المهم احس باللي ابي. شوف اتفق ان انت بنت صغيره وجميله الله يحفظك، يعني ومثل ما يقولون بالمسلسلات مالت رمضان يعني كل واحد يتمناك، ها؟ وانا حاسس ان حياتي معك بتكون وايد حلوة. شوف انا وايد متعبة حتى مع نفسي، وفيني اشياء لازم تعرفها قبل ارد لك. كاج قلتيها، مع الوقت ان شاء الله احنا ايش مستعجلين؟ يبقى انا شاريك وشاري وجودي معك ان شاء الله، وراح نكون احلى اثنين ان شاء الله، بس على وقتك واخذي راحتك، اخذي راحتك ترى انا مو مستعجل. اوكي. شاي؟ اوكي.
غير من ايدي غير نفس الشيء نفس البطلات. شوف هالشاي احمر شطتكم مع الدراع. ياسمين بتليفون عزيزة شلون؟ وهو ليش ما رد عليها؟ قال مو لازم. ها ياسمين مو عادة تدق هالحزة، وبعدين أنا اللي أعرفه إن ياسمين اليوم قاعدة مع واحد جاي يخطبها. فهميني شلون داقة على عبد العزيز، فهميني. أنا أقولك أنا أقولك أكيد هاني في شيء، خليني أنا أدق عليها وأنت فاهم. بس بليز لا تجيبين طاري عبد العزيز بولا شيء، أوكي؟ يعني أنا غبية ولا مينونة؟ قعدي قعدي خل أدق يلا. كنا في أحد يلكم ولا شيء، سوري إذا مبايكم ترى. لا لا إيش دعوة، بالعكس. طيب بس. ياخذ راحتك خذ راحتك. هذا هاني. زين يبغى خليني أنا أطلع له الأحسن. لا تصيفين. يا حي الله من يانا. حييك عمي وخليك. يا هلا ومرحبا. صب لك شاي عمي؟ أحسنت أبوي. حياك الله. هلا بالعزيز ولد العزيز. حبيبي يا عمي عرف. Happy birthday.
ايش تبي تسوي هاني؟ تبي تكسر؟ تبي تذبح؟ سوي اللي تبيه، ترى الليلة انا ما اخاف منك. قدام هالجمال انا ما اقدر اكون وحش. ايش تبي؟ من صغري وانا اسوي اللي ابي، اللي براسي يصير، بالطول بالعرض يصير. بس الليلة انا ضعيف، انا وايد ضعيف. اول مرة اوصل عند باب بيتكم واحس ان قلبي هو اللي ساحبني عند الباب. الله يخليك هاني، اذا قلبك يسمعني الله يخليك روح. سمنوا عندكم داخل. لا تغير اسلوبك، توك تقول اني قاعد تقول حكي من قلبك. انت يا عمرك ما كنت تبي تسمعي الكلام اللي قلبي يقوله. انا اصلا ما اقدر افهمك، شلون تبيني اسمعك؟ ياسمين، ترى ماكو اي سبب يخليك تكرهيني او تديني. لا تصيرين اوفر عادي يعني. انا الله يخليك، تبيني افهمك لو بس شويه الليل اروح. ماشي راح امشي، بس اكيد قلبي راح يبني مره ثانيه عند هالباب. شلون راح اكون ما ادري. شوي بعد ابنك شوي لو سمحتي. حسام حسام قوم، حسام يا جماعة تقعد السراب يا جماعة. حسام تكبرت علي، حسام حسام رد علي لو سمحتي، تقعد السراب يا جماعة، أحد يسوي شيء يا جماعة. حسام تكبرت علي، حسام تكفى، حسام حسام تكبرت علي، قوم قوم تقعد السراب. إيش فيكم تقعدوني؟ تقعد السراب يا جماعة. حسام تكفى، قوم تكفى، قوم حسام تكفى، حسام تكفوا، قوم تكفوا، ما تحركون يا جماعة، قوموا تكفوا يا زعام. انتوا وينكم الحين؟ انزين خلاص خلاص، بس انت طمني، انا الحين ايلك، الحين الحين ايلك خلاص. شفيت شفيت شنو صار؟ شفيت بقوم ابدي الحسام طاح عليهم. شلون طاح عليهم؟ شلون؟ ما ادري ما ادري، ابراهيم لقاه طايح فجأة وكانوا بالوين بالمطعم. خلاص خلاص اوكي اوكي، انا الحين بروح معاك عادي، عبد العزيز نايم اوكي. سمع سمع، روحي كلمي امي. خلاص اوكي روحي بسرعة، روحي لا توترين زين. يا يبلش من تردد تعشى ويانا. عمي واصلة واصلة عزيمتك إن شاء الله، وقلت لك بس بشوف ياسمين، الحمد لله شفتها وكلمتها وإن شاء الله الأمور طيبة. الله يجعل ما فيه الخير لكم إن شاء الله. إن شاء الله. بس أعذرنا إن ما ضيف هناك يا بوي. عمي ما أبي شيء، إيش فيك؟ إن شاء الله المرة الجاية بنقعد تحت وندق قبل خمس لا بعد من طباخ ياسمين إن شاء الله. إن شاء الله. تطبخين هذا ولا ما تطبخين؟ إن شاء الله. ما شاء الله. يا عمي توكل على الله، لا تهمر شيء. إي الله. يا شوفك على خير إن شاء الله. الخير بوجهك، بارك الله فيك. حط باش اروح شاد. بارك الله فيك. تفضل تفضل. هياك هياك هياك، هذا الباب.
أترانا في نفس هذا الليل لنا أن نأخذ العالم إلى حانة الحب قبل أن نفقده ويفقدنا؟ أترانا في نفس هذا البوح خرجنا من اللون لنبقى في الأبيض والأسود كأغنية قديمة؟ هو يعني حالته صعبة؟ أي سما ما أدري أنا بس أشك النور بروح له. زين حبيبتي أنتي لا تبكين، الولد محتاج الحين تدعين له. ودي أكلمه آخر مرة أو أسمع له أو يسمع لي. زين نوري أنا بديش أنام لأن عبدالعزيز عنده سباق باكر. أوكي أوكي بس عافية لا تنسين إذا أمي قامت فهميها وقولي لها أنا ماني خلق تسوي لي سالفة الله يخليك. لا تحتين راح أقول لها. زين أبي أسألك، هذا اللي كان مع سميرة اليوم شي ما أدري شكله مو غريب علي، منو؟ وإسمه فاضية 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 ما أدري بس أتوقع من هذيل المشاهير الإنستغرام أو شي ما أعرف. إيه بلا صح أنا أقول وين شايفته بإيفنت من قبل. لا تضايقين أوكي؟ شو ما تضايق؟ شو؟ حبيبتي أنت تصبحين على خير. أختير هلا. إذا أي شيء تبين على طول كلميني أوكي؟ لا تنسين أمي أوكي؟